أقول لكم جميعا شكر الله سعيكم، أعلم أنكم تألمتم لآلامنا ولما أصابنا، لكننا نقول إن لله وإنا إليه راجعون. نحتسب ابنتي عند الله عز وجل، ونشكركم جميعا على حسن العزاء والوفاء والدعاء، من حضر ومن هاتف ومن أرسل رسالة ومن دعا، جزاكم الله خيرا جميعا خير الجزاء. وندعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستفيدون من مثل هذه المواقف ويزدادون قربا من الله عز وجل. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.